شو في جانا؟ ليك مازن، بورفي راحت على بيت سوها. ولما وصلت سمعت فارشا وسهام عم يحكوا. في شي لازم تعرفه مازن، سهام هو اللي أنقذ حياتي. سهام اللي أخذني على المستشفى. ليش راحت بورفي لهنيك؟ أنا عم قلك عن سهام وأنت. هو مجرم، ما بيقدر ينقذ حياة حدا. لا هو مانو مجرم، هو اللي أنقذ حياتي. عندي إحساس إنه هالجماعة خططوا للحادث تبعك، أكيد كان في عندهم مخطط. بعتقد إنه نحنا لازم نطلب حماية لعائلتنا. لا مو بابا؟ لا تعمل هيك شيء أبداً، هو مانو مجرم، هو أنقذ بورفي مرة وهلأ أنقذني. كيف بدك؟ ليكي جانا، إذا أنت عم تقولي هيك أنا رح أقبل إنه أنقذك.